بعد مسلسل بين الماضي والحب أصبح اسمها براند فني. الفنانة شهد الياسين مع عبد الله. مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير للفنانة شهد الياسين. مساك الله بالنور. شهد، لاحظ أعمالك الأخيرة دائما قاعد تكون خارج الكويت. أحسن ما شر. عملي ينعرض علي، يعجبني النص، أتفق على أجري وأتوكل على الله. ما عرفتي تحافظين على مكانتك اليوم بالكويت؟ صراحة لا. ليش؟ ما أقدر أنافس. في فنانات خذوا المجال منك؟ ما أعرف أشتغل وأنا مو مرتاحة، في شلالية، في أمور، في وايد أشياء، فأنا أحب أشتغل بجو هادي. دائما صحين في أزمة نصوص، هل هذه حجة علشان تبتعدين فترة وترفعين بأجرك؟ لا بالعكس، أنا مو من صالحي أصلاً أنا أبتعد، ينزل أجري، والحين أنا نزلت أجري وأول مرة أعترف فيها. نزل اليوم أجر شهد الياسين؟ نزل أجري، مو بس أجري، كل الفنانين نزل أجرهم بسبب هذه الأزمة اللي موجودة الحين. وين يعني عطني نصوص وعطني منتجين، منتجين ترى ينعدون على أصابع. شنو علاقة الفنانين بالنصوص الموجودة؟ ليش تنزلين أجرك عشان نص مو موجود؟ أبي أشتغل، تعبت من القعدة، أبي أشتغل، أبي شيء حلو. وآسفة أول مرة أعترف بهالاعتراف، لما أشتغل مسلسل قوي كنص وإخراج وستاف وكل شيء، وينه؟ أحد يدري عنه. الأعمال الجيدة الناس ما تابعها؟ ما أدري، الله أعلم، سبحانك يا ربي، ما أدري ليش. يعني كل الأعمال أشتغل عمل، إنه يعني خليني أشتغل، قعد فترة طويلة، الجروب حلو، خفيف سريع، مادة أقول لك إياها، لأن أنا واحدة من الناس، أنا ما أشتغل شيء ثاني غير التمثيل. على الرغم من انتقادها لقلة النصوص، إلا أن نلاحظ كم الأعمال الكبير لشهد الياسين. تعانين شهد من اضطراب فني؟ لحظة، فسر سؤالك، شنو معناته؟ يعني سنة من سنوات اشتغلتي 5 أعمال، أوكي، سنة عمل واحد، ما في خط واحد قاعد تمشين عليه. أنا أقول لك هذه يعني ما أدري شلون صارت الحسبة، 5 أعمال في سنة ما ينعرضون إلا بعد سنة ونص سنتين. يعني ما في أزمة شهد؟ في أزمة، شلون ما في أزمة؟ أنا مقلة ترى، ليش؟ أنا مقلة ليش؟ 5 أعمال مقلة؟ 5 أعمال هم نعرضوا 5 أعمال بس مو بسنة واحدة صورتهم. يعني كم سنة؟ ترى ما لحق أنام إذا سويت 5 أعمال بالسنة. يعني كم سنة تقريبا؟ لا لا، يعني سنتين، خلينا نقول سويتهم بسنة بسنتين. لا يعني الحين صادف إن هذه السنة سويت أنا مسلسلين، مسلسل ما نعرض، تحول حق السنة اللي جاية على أساس إنه يعرضونه. حلو. وصل. عملين ينعرضون، عمل ينعرض، الباقي يتراكمون فيروحون كلهم سنة واحدة ينعرضون اللي ما نعرضون. في أكثر لقاءات تشهد وأعمالك الفنية كنت دائما تأخذين رأي الوالدة، تقولي لها يوم ما شايف بهالدور، شايف بهاللقاء، شلون كانت طلتي اليوم، إيش كثر شهد تأخذين هالشيء؟ لا تطقها الصوت، كلش لا تطقها الصوت. إيش كثر تأخذين اليوم؟ ما راح أبكي. لا ما راح أبكي، ما راح أبكي، وإذا تكلمت في هالموضوع راح أبكي، وأنا ما أبي أبكي، كل شيء بالدنيا يتعوض إلا الأم. وبعد فقدانها لوالدتها، هل انعكس هالشيء على ظهورها الفني على الشاشة؟ شهد الياسين اسم يسوق لنفسه في المحطات سابقاً، حالياً شوية ها. تشاؤم عندك؟ ما عندي تشاؤم، بس أنا قاعد أشوف شنو التطورات اللي صايرة في السوشيال ميديا، فصايرين يعني يدورون منو اللي عنده فولوورز هو اللي بيسوق المسلسل. هم ما يدرون ان الناس لما تشوف اوكي في فولوورز وايد وينزل اعلان يشوفون العمل، هم يعرفون اذا العمل ما له قيمه بتطالع بس يعني شنو الفكره، وهذا بتمل منه بتغير القناه. وايد فنانات خذوا ادواري بطرق ملتويه. تقريبا تقدر تقول كذا، بس مو على طول، بعد كم عمل شيء يصدفه. عارفين جماعة، بس أنا آخر همي يعني الله ما كتب لي نصيب إن أنا أشتغله. ما أشتغل مع المنتج باسم عبد الأمير بسبب سوء تفاهم كبير. لا للأمانة يعني أفكار كانت قديمة،
وراحت لحالها. بالعكس يعني قبل فترة عرض علي عمل بس ما اتفقنا على الأجر، ما اتفقنا على الوقت إنه مكان التصوير وكذي. بس هل سوء التفاهم هذا اللي كانوا الناس يتكلمون عنه بسبب اختياره للفنانة هي عبد السلام في أكثر من عمل؟ لا كلش لا، أصلا هذه الأعمال لما كانت فيها هي بالعكس ما عرضوهم علي، كلش ما في بيني وبين هي خلاف ولا حتى التقيت فيها يعني إلا مرة واحدة السلام عليكم السلام، كانوا يعني كان مكان عام. خلاف مع المنتج باسم عدلاني؟ ما في خلاف، ما عندي خلاف أنا مع أحد. وبهالرد الصريح كملت شهد الحوار بدون دبلوماسية. يطلقون علي شواغي الخليج وأتمنى أكون 1% من جمالها. وقت الله يسمع مثلهم إن شاء الله. صح الشيء. صحيح. نجمة أدوار الشهر باسم حمادة زهر عرفات. شر؟ باسم. الأكثر نجومية بين هالفنانات شيلاء سبت هي عبد السلام. أكثر نجومية ولا أكثر فولورز؟ ما تابعت الصراحة. تابعينهم بالسوشيال ميديا؟ أحياناً أشوف إيه، بس أكثر واحدة مثيرة للجدل شيلاء. شهد الياسين جاهزة للاتهامات؟ بعد؟ شهد الياسين أنت متهمة بأنك تسكتين عن حقك، خصوصا لما ياخذون الفنانات الادوار اللي المفروض تكون لك. شنو اسوي يعني اروح اشتكي؟ ساكت عن الحق شيطان اخرس. ربي ياخذ حقي، ما عندي مشكله، الله يعوضني بخيره. في فرق شهد بين القناعه وبين انها تسكتين عن حقي. لو كان مكسوم لي كان ما راح. هذا مو ما يسمونه سكوت، بالعكس بأخلاق وطيبة. شهد الياسين متهمة بأنك ما تعرفين تمثلين. ما أعرف أمثل؟ مجرد نص تحفظينه وتأدين. ما أعرف أمثل أنا، من شنو أحس يطلع مني، بس إن أنا أتعمد إن أنا أمثل أو أتحرك أو أسوي أو هذا ما أعرف، كل شيء يطلع مني بعفوية. وفي ناس اقتنعت بشغلي وفي ناس لا، فوجهات نظر. تعتقد ان هالشيء راح يخليك باكر توصلين تكونين نجمه صف اول؟ يعني 16 سنه بالوسط لين متى؟ مو بالسنوات فهد، ولا هي بالسنوات؟ والله السنوات تعطي الخبره المكانه والقاعده مو فقاعه. شهد الياسين انت متهمة بأنك إنسانة غير متواصلة مع جمهورك، واليوم الكل يتواصل مع الجمهور عشان الشعبية. أنت تفقدين هالشيء. سناب شات أنا ما أحبه، الإنستغرام أنا موجودة، شلون بتواصل مع الناس؟ أدق عليهم واحد واحد؟ ما تعرفين تستخدمين الإنستغرام ولا أستخدمه، بس شنو أسوي يعني عشان أتواصل مع الناس؟ أو أوريهم شنو قاعد أكل، شنو قاعد أشرب، وين رحت، وين رديت، شنو شريت، شنو لبست؟ هذا تواصل مع الناس؟ شنو الغلط بهالشيء؟ وشنو الصح فيه؟ شنو بيفيد الناس هذا الشيء؟ هذا كان رد شهد الياسين على الاتهامات، شكرا لك شهد. شكرا لك أنت، والله ما قصرت فيني، والإعداد راح أعتزل من بعد هاللقاء. هذا كان رد شهد الياسين، نشوفكم حلقة جاية فما له. أنا شهد الياسين أقر وأعترف بكل كلمة قلتها في هاللقاء.